نيجي بقى لموضوع الرسائل. موضوع الرسائل انا مدير وانت عميل، ينفع العميل يبعت رسالة للمدير؟ ها؟ ينفع المدير يبعت رسالة للعميل؟ يا عم انا خدها انها شكوى، بس لا احنا هنخليها صندوق رسائل. الشكاوى حاجة تانية. السلام عليكم، ينفع تمام؟ عشان بتكلم انت كمان لو سيستم داخلي داخل المنظمة او داخل شركة، ازاي بقى؟ يظهر له كده، يظهر له رسائل أربعة. كل عميل يا دكتور يبعت رسالة للمدير خدها انها سيستم داخلي مش سيستم جمهور. يعني انا ما بشرحش ان انا حاجه تخص موقع، لا انا مش ده كورس بشرح حاجه عامه، عشان لما تقابلك حاجه تبقى اتاخد تدريب. انا بتكلم كده، انا عارف ان مش ينفعش، بس انت بتعمل سيستم لشركه وقال لك انا بعت رساله للمدير، طول يوم ما خدناش في الكورس. بتكلم في حاجه عامه الشرط سواء تخص الموقع ولا لا. طيب هنا بقى ازاي نبعت رساله؟ لا بنعمل بتاعة المدير الأول. هنعمل بتاعة المدير. يبعت لمين؟ والعميل لما يدخل يلاقي برضو عدد الرسايل موجودة في القوائم في الوقت. خلاص؟ وبعد كده اتعملت للمدير هتتعمل للعميل كده، هتكون واحد يعني. صار غلط؟ يبقى نعملها إرسال مع إيه؟ إظهار. إرسال من صفحة إظهار لصفحة أنا عايزين. تعالى نعمل الأول بتاعة المدير. كليك يمين اد نيو ايتم ويب فورم سند مسج ماستر بيج بتاعت الادمن اوك. حلو، قبل ما اعمل اوك اخش على الماستر بيج، اخش على النيوز. فين النيوز؟ اهي النيوز كنترول. اقول له روح للصفحة اللي اسمها نيوز كنترول. طيب حاجة تانية، هنحط فين سند مسج؟ هنا. شوف الميل بوكس، صفحة جامدة جدا والله. طب مش مبرمجة يعني، بس شكل الصفحة شكل. نحاول نشتغل على دي نشوف هتظهر ازاي. دي ده لسه ايه؟ بس دي الرسائل اللي جاية لمين؟ اللي جاية. والله ممكن برضو الرسائل اللي رايحة، اللي رايحة للعميل نعملها بنفس الشكل. الشكل ده بس، يعني مين الشكل ده بس؟ شايفين الشكل ده؟ مش مهم ده، سيبك من ده، انا يهمني ده الشكل اللي جوه ده. شكلها حلو صح؟ عاوزين ايه؟ يبقى نجرب. المهم عايزين نعمل مع الميل مسج اهو سند مسج وانبوكس. هنا ده هنا ريد. الصفحات دي ملهاش لازمة عندنا. اهي سند، اهي كومبوز، اهي دي سند، اهي السند. نشتغل على دي نشوف دي كده ونتعب فيها شويه. دي بتاعت اسمها كومبوز اتش تي ام ال. فين بيجز ميل بوكس؟ اهي الصفحه يا شباب. عايزين ناخد الجزء ده اهو ونشتغل عليه. ماشي، حلو جدا، شكله حلو. وبص عايز اوريك حاجه، تنسيق شغال. تعال نجربها كده وهنتعب فيها، بس ايه، تعال نشوف بدايتها ونهايتها. اول حاجه ده بتاع الهيدر. دخله كله
هل انت عايز ده؟ ها؟ لا انا عايز الجزء ده من اول كومبوز نيو مسج اهو. الديف بتاعته هي دي، فولدر فين فولدر؟ هنا صح؟ ممكن الديف بتاعته هي دي، اخرها فين؟ ثانك يو كوبي رايت. سند، انا عايز اشوف سند دي فين، كوبي رايت دي فين؟ ده تحت خالص. طب هندور 2 دي فين وسبجكت فين؟ اهي هي دي. لو خدنا ده كوبي حلو وعملنا كليك يمين فين بتاعت الادمن سند مسج اهي، ورحت حطيته هنا بس وجربت، هل هيجيب الشكل اللي انا عايزه؟ حلو صح؟ بس طبعا ما جابش بايه؟ بس ما جابش الادوات. ها؟ ما جابش دي ولا جاب دي. دول بقى فين؟ ما ممكن يكون دول حاجات من دي. عايزين نجيب اي حاجة ان اوردر ليست، دور على ان اوردر ليست. انا جبت دلوقتي دول الشكل، بس انا عايز اجيب ايه ده؟ ليه دي؟ طب ادور على ادور على كلمه بولد underline. لا طب ماشي، هي كانت كلمة فوق كلمة ايه؟ heading of message، واحنا هنشوف اللي فوق اهي. input class control هو ده. انا خدت الديفات دي، انا خدت من اول هنا، انا خدت الديفات من اول هنا. بوكس بادي اهو، ده الكلاس اللي بيشيل الموضوع ده موجود اهو. بوكس هيدر اهو، بيقول لك ده بتاع البوكس هيدر اللي هو ده. ما انا خدته، ما انا خدته من اول هنا. لا لا تقصد لو عملنا فهم. مشكلة، ما انا عارف، انا بس عايز اشوف هو احمد بيقول انني الادوات ولا لا. ما انا قالش ادوات على فكرة، يبقى ادوات مش مرتبطة بال. طب انا عايز بقى عايز الجزء القديم ده. القديم ولا ده كله؟ لا ده كله، انا عايز الجزء التاني. بتقول ايه؟ احنا هنحاول نشوف الجزء ده فين.
عايز الجزء اللي فيه الأدوات. الديف بتاعه ده اللي احنا اتفقنا عليه بكل حاجة. نيجي بقى نشوف الأدوات. الأدوات دي أنا من الواضح في جافا سكريبت تحت، ممكن تكون الجافا سكريبت دي ماشي كوبي سيف جرب ماشي. استنى دور في جافا تاني. هل الميتا تاجز ديت الجزء اللي جوه الهيد ده؟ بس كل ده احنا حاطينه هناك في الماستر بيتش يعني عادي. ليها اتنين تايتل؟ لا بس مش لازم يبعت له بالتنسيق يعني. بنشوفها دي عامل فيها ايه. بس هنشيل بقى كل الحاجات الجديدة اللي اتضافت دي ونشيل الجافا سكريبت سيف ونعمل بيلد. طبعا هشيل كل الكلام ده اللي جوه التكست اريا. التكست اريا اهو هو فاضي فقط لا غير كده. انا هشيله اساسا دلوقتي اهو ابيض يا ولد. تعالى بقى دي تكستات معموله ايه؟ معموله بال HTML اهي. ده بتاع تو وده بتاع سبجكت. مش هينفع تشتغل مع ال ASP. طب العمل؟ العمل يا باشا انك تعمل كده اهو وتروح انت منزل تكست بس عشان ياخد نفس الشكل. تاخد نفس الايه؟ الكلاس. وعايز يبقى في كلمه تو ديت تاخدها هي برضو في البليس هولدر وتحط تو وتروح شير بتاع ال HTML وتسيف وريفرش التكست. واخد نفس الخصائص بس هي عشان يقدر يتبرمج. نفس الكلام لمين؟ للسبجكت. مش هينفع تبرمج تكست معمول بال HTML واخد انبوت، مش هيرضى يشتغل على السيرفر. طب العمل؟ اروح عامل تحتيه كده اهو تكست عادي كلام زي الفل. مش انت عايز الكلاس والبليس هولدر؟ ايوه. روح رميهم مع التكست العادي. خلصت امسح التكست بتاعه هو سيب ريفرش. بص نفس الشكل ولا حسيت بتغيير. هنا تكست اريا كنت بس عايز اسمي تي اكس تي 2 تي اكس تي سبجكت سيب. ده التكست اريا نفس الكلام. هتروح عامل له تكست وتاخد الكلاس بالستايل بتاعه اهو. تروح رازعه هنا وهنا كومبوز تكست اريا. لا تي اكس تي مسج البادي بتاع المسج او المسج نفسها. امسح ده سيب. عايز تقول تكست مود مالتي لاين؟ طبعا. ريفرش اهو مش اي حاجه. الاتاتش طبعا دي ملهاش لازمه.
نعمل اتاتش. بس الحته تحت باظت ليه صح؟ باظت ولا هي ايه؟ ما اللي حصل؟ هي باظت؟ ديسكارد لو عايز يمسح برضو. ولا درافت، احنا هنمسح كل الاتاتش اللي تحت دي، ملهاش لازمه اساسا غير ان انا عايز زرار سنت اهو. كل ده مش عايز درافت وديسكارد وسند، انا عايز شيلي درافت وشيلي ديسكارد باتون. الباتون ده مش هينفع يتبرمج. طب انا عايزه بنفس التنسيق ده، عليه رساله وسند، خلاص نزل باتون وخليه ياخد نفس الكلاس. هو دي الفكره بس اهو. بس هنا بص، طب سيف وجرب كده، هيظهر اتنين على فكرة. حلو اوي كده، بس الصورة ما ايه؟ الصورة مش ظاهرة، عايزين الصورة، الصورة اللي هي دي. جرب وامسح ده بقى كده، وسيف وريفريش. الصورة ظهرت بس ايه؟ في مشكلة. طب احنا لو خدنا الزرار بعد الكلام هنا. ازيك عامل ايه يا غبار؟ ومسحنا ده وسيفنا وعملنا ريفريش. اتفضل. طيب يا باشا، مبارك. بس هات انا عليا المشروع يعني صقيتها ولا ما دخلتش؟ ما دخلتهاش اصلا. طب ليه؟ كان عليا فلوس ماديه كده. ماشي. اشتغل ولا قاعد؟ لا شغال طبعا. كل يوم؟ لا مش كل يوم، بس ساعات المشروع ما هقعد يعني. مش هتفضى عادي يعني؟ طب كويس. حجزت هناك؟ حجزت هنا. هيبدا يوم السبت. يوم السبت 5 خمسة. هيبقى هنا. انت حجزت هناك؟ حجزت هناك صح؟ يوم السبت هنمسك ورقة بقى، نقول يوم السبت الجاي ونحجز كل واحد ليه. يعني يوم السبت الساعة 9 هنا. لو في حد تعرفه يا ريت تبلغه. تبلغهم يا ريت. عشان بس ما يروحش عليهم. شكرا. صوتك يا تمام؟ نيجي بعد كده. الزرار اتحط ولا لسه؟ مش محطوط معايا الرسالة دي. طب انا اقول لك، احنا لو جبنا الزرار ده كده اهو قط وحطيناه مكان دي وسيبنا وكتبنا عليه سن، ايه اللي هيحصل؟ مسحنا دي كده ريفرش. حلوة ولا وحشة؟ شغالة صح؟ بس دلوقتي بقى الدنيا ضاربة صح؟ أنا حاسس كده، أنا حاسس إن الدنيا ضاربة. الدف ده أهو شكله، أم الدف ده عامل مشاكل. شفت؟ عيب عليك كده. واضح تمام، شايفين بقت خلاص قلب منها. هنا بقى الراجل يكتب الى، المفروض اول ما دي تبقى قايمه بقى صح. افرض عايز يبعت لكذا اللواء، هو عارف اسماء المستخدمين؟ ما هو عشان عايزينها قايمه، عايزينها قايمه دروب داون ليست، قايمه فيها اسماء المستخدمين. ايوه، يا اما كمان مش قايمه، ده ممكن ليست داتا سورس. يعني ايه؟ مش ممكن يضيف او يبعت لكذا واحد مره واحده؟ صح ولا غلط؟ هو بقى ان شاء الله
عايز يبعت ل 20 هيختار واحد واحد. يبقى دي 2 دي. فين عمتك 2 ديت؟ اهي هتتشال يا باشا. وهنحط ليست بوكس. فين ليست؟ اهي. وهنحط ديها الكلاس طبعا اهو. وامسح الهيصه دي سيب واعمل ريفرش. ادي القايمه اهي. حلو. القايمه دي هيبقى فيها ايه بقى؟ هنسميها LST User. سيب ديزاين. هات القايمه. تمسك القايمه دي وتروح مختار تشوز داتا سورس. تروح اي نيو داتا سورس عشان تربطها بمين؟ تعرض اليوزرز اللي موجوده جوه الجدول. اوكي. ولو يوزر اتضاف اوتوماتيك يتضاف. نيكست. سهل التسايب. الجدول اسمه بتاع اليوزرز. انا هيكفي عليا اليوزر نيم. والله عايز اليوزر نيم والنيم. ماشي. نيكست. فينش. القايمة اللي هيظهر قدامك الاسم ولا اليوزر نيم؟ انا عايز الاسم. بس لما يجي يبعت على اساس اليوزر نيم. يعني اللي يظهر محمد عماد عبد النبي. بس لما يجي يبعت اليوزر نيم بتاعه حماده 2015 يبعت لحماده 2015. فاهمين؟ عشان اليوزر نيم هو مفتاح الرئيس. روح دايس اوكي. حلو. سيف يا عم واعمل ريفرش وجرب. اي خدمه. ما يظهر لك الايرور ده اب اوف لاين دوت اتش تي ام ال. يا اما في فايل هنا اهو اسمه اب اوف لاين دوت اتش تي ام ال مش موجود. يا اما تقعد تعمل ريفرش كذا مره. اللي موجود هنا مين؟ احمد مين؟ طب حلو. اللي بيعمل شغل في الداتابيس. في حاجه بقى اسمها تشيك بوكس ليست. حلوه برضه. يعني ايه حلوه؟ يعني انا لو وقفت عليها كده اهو وجيت يا معالي الباشا ونزلت تشيك بوكس ليست. حلوه في ايه؟ واديتها نفس الكلاس ومسحت الليست بوكس وسيفت وعملت ديزاين. فين الداتا سورس بتاعتي؟ هاجي هنا اهو اخد الداتا سورس دي كده كوبي من اول الداتا سورس واجي هنا ورميها بيست ومسحت الليست خالص وسيفت وريفرش. مش ظاهره ليه؟ تشيك بوكس ليست. ايه يا عم التشيك بوكس ليست ميزتها انها تقدر احدد على الاسماء. هو ده اللي انا عايزه بصراحه. طب لو احنا عملنا كده قلنا تشيك بوكس ليست دوت داتا سورس. مفيش داتا سورس. دوت مفيش ايتمز.
احنا منزلين تشيك بوكس ليست ولا تشيك بوكس داتا ليست؟ انا منزل تشيك بوكس بس يا راجل، انا عايز تشيك بوكس ليست ده اهي يا جدعان، انا منزل تشيك بوكس بس، ركزوا معايا بقى. واروح واخدها دي كوبي كده اهو، بيست وسيف. وامسح دي وسيف وريفرش سيرفر تاج، في تاج مقفول او مش مفتوح او حاجه. تشيك بوكس ليست هي لما اتفتحت ليها فتحة وليها قفلة. طب ماشي، وحد يكلمك؟ هي مقفولة في الآخر اهي. في تاج مقفول غلط، run add تساوي سيرفر، ماشي. يوزر نيم، انا زعلان ليه يا عم؟ اوعى ادي تشيك بوكس ليست اهي، هات بس الكلاس الاول. تشيك بوكس ليست اهي، واحط لها الكلاس وسيف وديزاين، واقول له تشوز ذا سورس رقم واحد. اهي اللي هنا اللي هيظهر الفول نيم والفاليو يوزر نيم. اوك سيف ريفرش اب اوف لاين، ريفرش تاني اب اوف لاين، ريفرش تاني. تيجي هنا سيف وتشوف هنا يمكن نزل اب اوف لاين، مفيش، ريفرش اقفل وافتح تاني. الايرور ده مش ايرور، ده بس السيرفر بيقع بس. برضو اشتغل اهو، موجود هنا احمد. ايه احمد؟ عادي، تعالى بقى نسجل ليه 20,000 واحد شويه كده. هو بنسجل كتير، فين اللي انا مش عايز الاخبار، عايز الممبر. بص اخد ده كوبي كده اهو، بيست يا علي، واليوزر اصبر يا عم. بعد كده بيست، اروح قايل مثلا جانيت اي حاجة، جانيت ايه؟ عيد وهنا جانيت، اسجل كمان هنا مثلا، اقول احمد قلناه، محمد هنا، محمد محمود او محمد كمان، يكفي. ريفرش اهو، ما شاء الله جم على ايه؟ على السبجكت، صح؟ كويس ان احنا شفنا. بس ينفع ايه؟ تحدد اكتر من واحد. فهمتوا ليه عملت تشيك بوكس ليست؟ تعال نشوف ايه مشكلتها انها جت على السبجكت دي. يا حجاج انت دكتور، انت في بتاعت دي ها؟ جت على السبجكت ده في ديف لوحدها ايه؟ ايه؟ حطها في تيب. ماشي يا عم حاجة، كده ها؟ يا ده كسبتني يا حاجة، يا ريتني عملت تيب ولو
سايب والله. هو نازل على ده ليه يعني؟ كل ما يكبر بقى انت عارف يعني ايه؟ لو سجلنا شويه اكتر هينزل، تلاقيه بسبب دف ولا حاجه. اعمل كده اهو دف جوه الدف بي ار بي ولا باراجراف؟ ما بي ار هي هنا. ولا اي اندهاش سيف. طيب بيلد ريفرش، هو جايب على دول ودول. طب انا اقول لك، احنا لو شلنا ده. ايوه يا دكتور. التكست اللي هو بيتحط فيه الصورة ده، اللي هو بيظهر ان ما خلاش تكست، خلاها حاجة برضه زي كده. هتطلع يا دكتور برازيل خالص، هتطلع ايه؟ اللي هو التشيك بوكس. بس ليه بقى؟ شكلها وحش. واخدها بنفس الديب بتاعتها؟ لا لا، ممكن يكون بسبب الدف ده. يعني اخد الدف دي كلها على بعضها كده؟ انا حاجاك تقصد؟ واطلعها كده؟ ما بالدف بتاعتها ايه؟ يا باشا امال. بص طلع بره خالص. ده اللي معاها اهو. كده ملوش اي لازمة اساسا، ممكن تتكتب فوق. ريفريش الشريط ده اهو، هو الديف ده اللي هي. مش بس كده طلعناها بره يعني، خلاص يعني. وليه؟ اه اي مش هينفع. استنى ايه داخل ليه جوه الدف؟ معناها لوحدها يعني، والدف ده مقفول يعني، هي بره الليله خالص. ان شاء الله مثلا عشان اعمل كده هنعمل لي شويه اكتر كده. في خاصية هنا ديسبلاي كلاينت مود ايتم تايب. شكل تيبل الفلو ما تمشي كده، بس وحشة صح؟ ها؟ ايه؟
هتلاقي بقى ايه بقى كده الفلو دي بتيجي كده والله إيه؟ يعني الفلو دي لو انا عملت كده اهو ياسين هنا ياسين اهو نور وهنا نور وعملنا ريفريش بقى يظهر ازاي حلاوة عشان له كل أربعة ماشي بقى نشوفها أنا قايله هنا كل أربعة يعني قلت له كل سبعة بس هينزل بعد سبعة بس برضو ما بينزلش يعني العيب برضو عندنا موجود ماشي أنا قلت له سبعة في بقى لما تكمل لحد هنا 20 على 15 العيب لسه موجود الخط ده إيه ده؟ ده خط دب على العموم هو دفاية دف راكب على دف هي دي فكرة هيبقى نعملها بس عشان ما نضيعش وقت فيها المهم دلوقتي انا عايز اسيب مسافات ما بين الزفت ده شكله وحش جدا يعني ممكن بدل اوردر لسه طيب ايرور لا فلو هنا مفيش مسافات ما بين سيل بادنج اهي خمسة وخمسة سايف ريفرش عملتش اي حاجة سايف بعد كده نشوف المسافات الراجل بقى عايز يعمل ايه؟ اعلم على ده واعلم على محمد كمان يبقى يكتب التايتل ويبعت لهم رساله المفروض يدوس سند تبعت رساله حلو اول حاجه الرساله تسجل فين في جدول يبقى نعمل جدول تسجل في جدول وهنربطه بجدول ممبر بالظبط وهربطه بجدول ممبر زي ما ربطت الاوردر بالممبر هاخد نفس الكود بتاع ربط اهو الكود ده اهو بتاع الاف كي ده اهو كوبي الجدول يبقى فيه اي دي بس الاي دي يا عم هيكون مسلسل هيبقى فيه تايتل ان فارد شار ماكس وهيبقى فيه ديت ام ديت هيبقى ديت تايم وهيبقى فيه المسج ذات نفسها مسج بادي ان فارد شار ماكس وهيبقى في اليوزر نيم بقى اللي مبعوت له المسج اليوزر نيم احنا عاملينه لفارد شار كام هناك في ال 20 يبقى لازم هنا 20 خلصنا كوما اعمل جدول الممبر بس اف كي 1 عشان ما يقولكش ده اف كي موجود فورين كي يوزر نيم ممبر مظبوط ده ماله ممبر اف كي 1 كمان موجود طب اف كي 11 مش موجود اسم الكونسترينت بس واسم الجدول اغيره واكتب يوزر مسج مش كل ده لازم ابديت ابديت خلاص تعالى هنا برمج الزرار ده اهو بيبعت رسالة يعني هيسجل في جدول المسج يعني عملية ايه انسرت يبقى انا اعرف متغير يبص على الكلاس الكلاس اسمه يساوي نيو دي بي بعد كده متغير سترينج ام اس جي ليه متغير سترينج عشان راندي ام ال بترجع سترينج بي دوت ران دي ام ال زهقنا من الحوارات دي انسيرت انتو اسم الجدول انا لسه مسميه حالا اعمل ريفرش يوزر
مسج اخده كوبي عشان ما تلخبطش. values افتح قوسين بيقول لك بالترتيب الجدول، اول واحد الاي دي، الاي دي مسلسل مش بيتاخد في الحسبان، تاني واحد التايتل يبقى تي اكس تي سبجكت اللي هو السبجكت، بعد كده الديت ده تاريخ الجهاز ديت تايم دوت ناو تتسجل بتاريخ دلوقتي، بعد كده المسج ذات نفسها تي اكس تي مسج دوت تكست، بعد كده اليوزر نيم يا معلم. اليوزر نيم بقى يا باشا في مشكله، عمليه ارسال الرساله دي تتسجل كم مره جدع؟ على حسب عدد المستخدمين انت معلم عليهم. لو معلم ثلاثه اتبعت ثلاث مرات صح ولا غلط؟ لو معلم اثنين اتبعت مرتين، يبقى طالما عمليه تكرار لجمله انسرت تكرار يبقى ايه؟ لوب فور. اروح على ايه الفور؟ بدايتك دائما وابدا نهايتك عدد الناس اللي متعلم عليهم. اروح على التشيك بوكس ليست دوت ايتم، او ممكن نقول سيلكتد ايتم دوت، لا مفيش، يبقى دوت ايتم دوت كاونت. طب واحد يقول لي ايمن ده كده كله، اصبر هقول لك نعمل ايه. اخليه بقى اقول له لو اللي تشيك بوكس ليست دوت ايتم اللي رقمه اي دوت تشيك او دوت سيلكت يساوي ترو، في الحاله دي نفذ ايه؟ كود الانسيرت ده. في الحاله دي نفذ كود الانسيرت ده. طب اليوزر بقى اللي متحدد عليه تشيك بوكس ليست دوت ايتمز اوف اي دوت فاليو دوت تو سترينج. واروح قايل في الاخر خالص لو المسج رجعت اوكي طلع لي ايه؟ طلع لي ايه؟ رساله. عايزين نطلع رساله، نقف هنا سورس ونشوف هنحط ليبل في اي داهيه هنا اهو، نعمل له حتى ديفايه لوحده كده اهو، واروح عامل بدل ده كله هو ليبل اسميه ال بي ال مسج واسيف. لو عايز تديله كلاس عشان ياخد نفس كلاس الفورم وتمسح اللي جواه وتيجي تقول فور كلر يساوي ريد بس واسيف واكمل شغل ال بي ال مسج دوت تكست. اقول له مسج هاز بين سنت else يبقى في ايرور، وريني الايه الايرور اللي انت جايبه لي ده. بس انا دي فين؟ هنا المسج هنا بيقول لي ايه؟ اما يقول لك يوز اوف ان اساين لوكال فاريبل مسج لازم تديله قيمه افتراضيه فاضيه. القيمه الافتراضيه للمتغير نوعه سترينج فاضي، القيمه الافتراضيه للمتغير اللي نوعه انت زيرو. تعالى بقى نعمل بريك بوينت ونجرب عشان مش متفائل. هنبعت الاثنين ونشوف. هنبعت لآية وجانيت او آية ونور، واروح كده نبعت الاثنين يبقى المفروض هتتعمل تنفذ مرتين. اقول له هاي، ابعت لهم اقول لهم ويلكم تو اور ويب سايت، مرحبا بكم
سنت اف 11 ماشي 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 كونكشن فتح قاعدة بنات حلو دخل فور اول واحد مين يا رجاله احمد متعلم عليه يبقى المفروض ما يخشش جوه مسج دي طلع بره هنا اللي بعد كده نط تاني تاني واحد مين ايه المفروض ينفذ نفذ فعلا راح نفذ جمله انسرت تمام 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 نفذها ورجع اوكي رجع تاني بعد كده اهو ما اتنفذتش عشان بعد جانيت ايه او ايه جانيت مش بتعلم عليها بعد كده محمد علي ازيك اخبارك عامل ايه اف 11 تاني اهو مفيش لا في واحد هيتنفذ ما بيخش هنا ما في حد يتعلم عليه تمام 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 نفذها ورجع اوكي حد تاني لا حد تالت خلاص طلع رسالة وقال لك ايه مسج جهاز بيني سند واتبعتت خش جوه صندوق الرسائل بتاع الناس بعت لمين للي متحدد عليه اهو لآية ومين آية ومين وملاحظ ان هو مكتوب هنا آية مين آية علي بس بعت لليوزر نيم اللي اسمه عشان هو شغال على اليوزر نيم وليس شغال على الاسم عن طريق كلمة اللي انا كتبتها ومحدش خد باله منها كلمة فاليو قلت item dot value لو كنت قلت item dot text كان هيجيب الاسم اللي ظاهر قدام عينك اما لما اقول item dot value هيجيب الحقل اللي انت محدده وانت بتبني الداتا سورس بس كده ايه بعتنا الواحد اللي كان كام واحد الاثنين يدخلوا المفروض يدخلوا بالديفولت بتاعتنا كده بتاعه الموقع ده شغل الادمن كده بعت المفروض كده اهو يا خش على اللوجن ويكتب آية 1 2 3 لوجن غلط مش آية 1 2 3 ولا ايه 90 90 لوجن تمام يلاقي بقى هنا اهو جنب المسج دي كده هنا اهو مسج خلاص او شكل رسالة وفيها العدد بتاع الرسائل بتاعته بس طبعا احنا نسينا حاجة ان المفروض يا معلم ان الرسائل تتبعت الرسائل اللي تتبعت تتكتب كده read or no ويتحط فيها int لو فيها صفر يبقى ايه مش read لو فيها واحد يبقى read يعني مقرية ولا مش مقرية طب ليه يا عم انت عملت الكلام ده عشان يا معلم انت هو لما تيجي تعد الرسائل ما تعدليش كل الرسائل الآية انت ما بيجيب لك على الفيسبوك عندك 500 رسالة منهم 3 مش مقريين يجيب لك 3 ولا 500 يبقى بيقرأ الايه اللي مش مقري اللي مش مقري يبقى انا لازم احدد اللي مقري واللي مش مقري عن طريق الحقل ده بس لما يبعت هيبعت مقري ولا مش مقري اروح اي ان تي ار قيمته بواحد بصفر صفر دي يعني ايه مش مقري اروح اقول له كده ار دوت تو سترينج عشان يسجل صفر لسه بيبعت يعني لسه مبعوتاله هتتسجل صفر لما يجي بقى يدخل عليها من هنا هيظهر له جدول فيها مش هيظهر له جدول اللي انا عجبني بصراحه الشكل ده وان شاء الله برضو هنحاول ايه نشتغل عليه الشكل ده هيظهر له الشكل ده اهو بس يكفيني ده بس هنا التايتل وهنا العنوان وعايز لما اشوف هيدوس هنا حلو قوي وبرده هنختار ده حاجتين دول يتفتح له ايه الرساله بتاعته كده اول ما يدوس كده تعمل لها ريد بدل ما كانت صفر بقت انا اخليها يعمل كده نوقف الفيديو ده